لماذا تخوض الأحزاب العربية انتخابات الكنيسة في قوائم منفصلة؟ انتخابات خامسة خلال 4 أعوام في إسرائيل، والتغير الأساسي هذه المرة في الخارطة السياسية العربية. وصل التمثيل العربي في الكنيسة إلى ذروته عام 2020 ب15 مقعدا حصلت عليها القائمة المشتركة من أصل 120. تتكون المشتركة من 4 أحزاب متعددة المشارب السياسية، هي الجبهة وتوجهاتها شيوعية وهي قائمة مشتركة عربية يهودية، والتجمع الوطني الديمقراطي وتوجهاته قومية ديمقراطية، والقائمة الموحدة وهي الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، والعربية للتغيير وهي قائمة محلية. في الانتخابات التي تلتها عام 2021 انفصلت الموحدة عن المشتركة، فتراجعت قوة المشتركة إلى 6 مقاعد، أما الموحدة فاختارت الانضمام إلى حكومة بنت ولبيد. إثر هذا التراجع في المقاعد وموقف الموحدة دعا التجمع إلى مراجعة سياسية شاملة، خصوصا بعد سقوط حكومة بنت ولبيد هذا العام، والدعوة لانتخابات جديدة. توصل التجمع إلى اتفاق سياسي مع حزب الجبهة يضمن عدم الدخول في لعبة المعسكرات الإسرائيلية وعدم تزكية أي مرشح إسرائيلي لرئاسة الوزراء. بعد توقيع على الاتفاق بأيام وإقراره في اللجان الحزبية، بدأت الجبهة بالتراجع عن الاتفاق السياسي تدريجيا. وقبل دقائق من موعد تسليم القوائم الانتخابية، أعلنت الجبهة عن تحالف سياسي مع العربية للتغيير في تراجع كامل عن الاتفاق مع التجمع. وجد التجمع نفسه وحيدا في المعركة الانتخابية الحالية بعد عقود من الملاحقة السياسية المتواصلة بسبب رفض إسرائيل لمشروع التجمع الأساس، وهو دولة كل مواطنيها، الذي يطالب بالمساواة الحقيقية والكاملة للعرب وإلغاء الطابع الصهيوني لإسرائيل.